قمم تتجدد بين القائدين الشابين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تأكيد على الرغبة المشتركة والعزم الراسخ لتقوية العلاقات بين البلدين الصديقين. المملكة وفرنسا دولتان محوريتان في مجموعة العشرين تجمعهما مصالح متقاربة وصداقة متينة تتكئ على علاقات تاريخية وثيقة تمتد لتسعة عقود، علاقات لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل المجالات الثقافية، العلمية، الصحية، الاقتصادية والدفاعية، في شراكة استراتيجية عززتها رؤية 2030 وآفاقها الممتدة للمستقبل بالتنمية، التكنولوجيا والابتكار. في ظل التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، يكتسب التنسيق السعودي الفرنسي أهمية خاصة للتشاور والتوافق بشأن التعامل مع التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وحل الأزمات الراهنة. المملكة وفرنسا شركتان في محاربة الإرهاب من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حيث تجمعهما عضوية التحالف الدولي ضد داعش الذي استضافت الرياض مؤخرا اجتماعه الوزاري مع التركيز على التعاون في مكافحة الإرهاب بأفريقيا، وهو ما قدمت السعودية من أجله 100 مليون دولار لدعم تحالف الساحل. نحو آفاق جديدة للشراكة تستثمر في صروح الصداقة والثقة المتبادلة بين القيادتين السعودية والفرنسية. زيارة ولي العهد إلى فرنسا محطة مهمة نحو مستقبل مزدهر وآمن للدولتين والعالم.